دشنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء نظام المعلومات والخدمات الإلكترونية لرفع الدعاوى التجارية في أول درجة، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. هذه الخدمة التي تندرج ضمن مشروعات التحول الرقمي للخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين، والتي سيتم تطبيقها ابتداء من اليوم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، تأتي بدعم ومتابعة من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث ستعمل هذه الخدمة على تحديد عمر الدعوة التجارية بحد أقصى قد يصل إلى 10 جلسات بما لا يتجاوز 6 أشهر، فضلا عن تسهيل إجراءات رفع الدعوة وتسديد رسومها وإرسال الإعلانات القضائية، مع إمكانية تقديم كافة المذكرات والطلبات في جميع مراحل الدعوة وصولا إلى إصدار الأحكام، بما يسهم في تطوير عمل المحاكم وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى، مع مراعاة تحقيق ضمانات العدالة ورفع كفاءة الجهاز المعاون للقضاء، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للقطاع التجاري وتيسيرها أمام المحامين والمتقاضين من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.